تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ما مآل الاستراتيجية المندمجة 2015-2030 التي تم إطلاقها وظلت حبرا على الورق دون أن يكتب لها التنزيل الفعلي؟ وشكرا. شكرا سيد نائب. تفضل سيد وزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب. نعود نذكر أن قطاع الشباب انخرط، نعم سيد نائب، في إحدى الولايات الحكومية السابقة في جهود رامية إلى إعداد إطار موحد للخدمات القطاعية المقدمة لفائدة الشباب، وذلك بالمساهمة في إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب 2015-2030 التي تم عرضها على المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2014، إلا أن هذا المشروع لم يستكمل المسطرة المصادقة عليه. ها، وهادشي ماشي هاد الحكومة، الحكومات السابقة. مع ذلك اعتبرنا بأن كاين مجموعة ديال الأشياء إيجابية جات في ديك الورقة، واليوم كنعتبروا بأن التحول ديال هاد الاستراتيجية هو التطبيق اللي تكلمت عليه ديال جواز الشباب، واللي هو بدا حاليا في لا بيريود ديسين ديالو الاولى هنا في جهه الرباط سلا القنيطره، اللي كيقدم مجموعه ديال الخدمات الرياضيه الثقافيه في مجال ديال التكوينات، في مجال ديال التنقل، في المجال ديال يعني اشراك الخواص باش يقدموا خدمات تخفيضيه للشباب والشابات. يعني هذا الشيء راه بديناه مبني على تراكم مجموعة ديال اللقاءات اللي كانوا سابقا، ليس فقط من حكومة واحدة ولكن من حكومات باش نكونوا واضحين. وحنا اليوم هاد الحكومة فعلت على الأقل المنهجية والروح اللي كان داخل هاد الاستراتيجية باقتراح هاد التطبيق اللي حاليا كيف ما قلت سيتون بيريود ديسي، يمكن مجموعة ديال الملاحظات عليه من طرف الشباب والشابات، وحنا كنتصنتوا لهاد الملاحظات باش نحسنوا مرة أخرى هاد الخدمات الموجهة لهم للشباب ما بين 16 و 30 سنة. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب او النائبه، اسمح لي. شكرا سيده الرئيسه. سيد الوزير، كيف ما كانت المقاربه فان المهم هو ان تكون وفق نهج تشاركي وخاصه مع الشبيبات الحزبيه، وليس عن طريق مكاتب دراسات وخاصه الاجنبيه التي تعتبر بعيده عن الواقع. كما يتعين عن تقديرنا أن تكون هذه المقاربة دامجة تستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة إلى أخرى. مثلا أنتم اليوم بصدد تجريب بطاقة جواز بجهة الرباط، حيث ستمكنهم هذه البطاقة من الاستفادة من بعض الامتيازات، لكن كيف ستطبقونها في جهات أخرى لا تتواجد بها أصلا مرافق للاستفادة منها؟ النظور، الدريوش، وجدة، بركان مثلا، خاصة في الجماعات القروية. لذلك فأحسن بطاقة ينتظرها الشباب اليوم هي بطاقة الولوج إلى الشغل، هي بطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة، هي تقريب الجامعة من الطلبة التي صدرتها هذه الحكومة مع الأسف بإلغاء الأنوية الجامعية. سيد الوزير، إننا نتأسف لعدم وجود استراتيجية حقيقية أو تفعيل الاستراتيجية الموجودة، نتأسف لعدم تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وهذه مسؤولية الحكومة ككل. نقترح في الفريق الحركي سياسة عمومية حقيقية موجهة إلى الشباب، وتنزيل استراتيجية مندمجة في شكل برامج قطاعية، كما أكد على ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على اعتبار أن أي بلد لا يمكنه تحقيق التنمية بدون الطاقات الشبابية الحية ومدخل ذلك. شكرا سيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل. سيد الوزير، الاهتمام بالشباب في حاجة إلى سياسة مندمجة تكون فيه كل السياسات القطاعية تضمن الالتقائية، والمدخل الأساسي هو التشغيل الذي يكون قا ويضمن العيش الكائم، ماشي بسياسة أواش. المسألة الثانية، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، القانون خرج في 2000 محترم. عرض سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا سيدة النائبة وسيد النائب. أولا باش نطمئني سيدة النائبة، ما كاينش هناك مكتب استراتيجي خارجي، هادشي اللي تكلمتي عليه راه ما كاينش. هادي نزلنا هذا التطبيق مبني على اللي قلت قبيله، على مجموعه ديال الدراسات اللي قاموا بها الحكومات السابقه، لان كاين الايجابي ما كاينش غير السلبي، خدينا الايجابي وخلينا السلبي، لان السلبي هو اللي خلى حكومه جديده تجي، وبنينا على هذاك الايجابي باش نخرجوا هذا التطبيق اللي كيتجاوب مع الاشكاليات، منهم الاشكاليه الاولى كيف ما تكلم عليها السيد النائب، هي الاشكاليه ديال التشغيل. نعم،
ونزيد نطمئنك سيد النائب ان هذا الجواز اللي كنتكلموا عليه ماشي فقط الخدمات اللي كتوجهها وزاره الشباب والثقافه والتواصل بل جميع القطاعات داكور. داكشي علاش درنا واحد التجربه اولى باش نعرفوا واش حنا غاديين في الطريق الصحيح الا جينا غنبينوا واحد استراتيجيه ونقولوا باش نجيو نتصوروا ونقولوا للناس راه حنا عندنا استراتيجيه وفي الاخير ما كاين حتى حاجه ما كاين. لاش انا ما جيتش نكذب على المغاربه وهذه الحكومه ما جاتش تكذب على المغاربه. شكرا.